صباح الخير مشاهدينا وين ما كنتوا عم بتتابعونا. مثل كل نهار جمعة بيكون عنا ضيف أو بيكون عنا موضوع بدنا نحكي عنه، ولكن اليوم موضوعنا رح يكون مع سيدة رولا خيرالله من كي ستارز. أهلا وسهلا فيك رولا. ميرسي شيرين. مش أول مرة على طول بتعرفينا عن آخر البرودكتس اللي عم تنزل بالأسواق المحلية لكي ستارز، واليوم تحديدا رح نحكي عن أير ميديكال يلي هو كمان نازل مؤخرا بكي ستارز، وكل مرة عم يتطور أكثر من مرة. خبرينا شوي أكثر. شيرين، نحن مثل ما بتعرفي شركة الخازن تيم عنا برودوي كي ستار المعروفين فيه المكياج، وعنا براند تاني البرودوي كوزمتيك دكتور جراندل وفيريس، وعنا ايرميديك. اليوم حبينا نخصص الحلقة لبرودوي ايرميديك اللي هو برودوي طبي من صناعة أمريكانية، في حكيمين حطوا خبرتهم بمجال التجميل اللي هن دكتور جيست من أصل ألماني هو درماتولوج، وعنا دكتور كانوديا من أصل هندي بيشتغل أكتر شيء بيركز هو بيشتغل شيروجي بلاستيك. حطوا خبرتهم لطلع معهم آيرميديك اللي هو برودوي كتير مهم على صعيد علاج البشرة للبشرة المدهنة، البشرة اللي عندها تاش بيجمنتير، الأكني اللي هي بتبلش من عمر المراهقة، وبالإضافة بنتميز بشيء كتير مهم اللي هو تريتما هلأ مننصح فيه لكل السيدات خاصة بفصل الشتاء اللي هو كيميكال بيل اللي عم تقشري طبقة البشرة بطريقة كتير ناعمة، بتتخلصي من كل شيء خلايا ميتة، بتنشطي الكولاجين والإلاستين، وبالإضافة كمان بحل مشكلة الأكني اللي رايحة وتركة أثار من مسامات مفتوحة أو حب شباب رايح وترك أثار أسود. نعم، أكيد كل اللي نذكر هلأ هن من المشاكل يلي كل سيدة أو حتى كمان كل صبية ممكن أنها تعاني منهم إذا ما اهتمت ببشرتها. بس إذا بدنا نبلش من عمر الصغير، يعني إذا بنحكي بعمر المراهقة، بيفكروا كتير من الصبايا، كمان فينا نقول للشباب كمان؟ أكيد، لأنه في شغلة بتميز آيرميديك هلأ رح تقطع معنا، إذا بتلاحظي الأمبلاج حتى في دراسة على الأمبلاج، لأنه الشاب ممكن يعاني حب شباب، وممكن يعاني ترهل وتجاعيد، وممكن يعاني بقع، مشان هيك حتى الشباب بيقدروا يستعملوا آيرميديك لأنه ما بيحسوا حالهم افيميني، لانه البرودوي الامبلاج تبعوله منه كثير صح. على كل حال عم نشوف هلا الصور عم يقطعوا كلهم على الشاشه. كنت عم بقول لك رولا بذات الوقت كمان انه كل البرودكتس اللي عم نحكي عنهم هون عم نحكي عن ترهل وتجاعيد حتى كمان بعمر المراهقه مثل ما حضرتك ذكرتي. نعم. هون كمان كيف هيدي المشكله كمان انه بتظهر بعمر مبكر؟ شيرين، ما انا نعرف شغله، نحن في البشره بتتاثر بعده عوامل، في منا عوامل خارجية هي أشعة الشمس الريون UVA UVB والدخان والبوليسيون نحن خاصة بالشرق الأوسط، وفي عوامل داخلية منا الستريس، منا بمرحلة المينوبوز التروب الهرمونال، وبالإضافة أنه في العوامل السلوكية كيفية الاعتناء بالبشرة وترطيبة، وأهم شيء إزالة المكياج، هيدي كلها أشياء بتأخر إذا عرفنا كيف نتفادى ونستعمل القصص نتفادى الشيخوخة ومن أخرها قدر المستطاع. نعم، بس كنا عم نحكي عن الترهل والتجاعيد عن بسن المراهقة، هل هالشي كتير في موجود؟ أكيد. لقلك ليه؟ لأنه معظم الصبايا بتخمن انه نحن بال15 او بال20 ما بنحط كريم. مزبوط. لا، هيدا اعتقاد كثير خاطئ، لازم كل ما بلشنا على بكير كل ما اخذنا نتيجه حلوه، لانه ما نعرف شغله، اهم عامل لتبلش تخلق هالريديول الصغار او التجاعيد هن نقص المي، والبشره بتكون كثير ناشفه بحاجه لمي كثير قويه، ما بنرطبها، كل ما رطبنا البشره كل ما الخطوط بينت التجاعيد بس خطوط كتير صغيره. نعم. وتفديناها قدر المستطاع من اخر كمان ظهورها. اكيد. عم نشوف هلا فيديو مصور عندكم اوكي بكي ستار. هيدا التريتمون اللي عم اقول لك عنه اللي هو كيميكال بيل، هو تريتمون مثل ما قلنا فينا نستعمله للدبغ الكتير قويه الايبر بيجمنتاسيون، بقصد فيهم البقع الداكنه، التاش، مشاكل حب الشباب اللي عندها مسامات مفتوحه، اللي عندها حب شباب زعجة تقدر تخضع لهالتريتمون. هو عبارة عن مثل ما عم نقشع ألفا إيدروكسي أسيد، هو عبارة عن أسيد جامع عدة
الفا ايدروكسي اسيد منها الاسيد فيتيك ساليسيليك هيدي كلها معروفه من القدم انه الالفا ايدروكسي اسيد اللي شايلينه من قصب السكر عنده قدره على يقشر اول طبقه بطريقه كثير ناعمه بدون ما ناخذ ريسك انه عم نحرق البشره. بهالطريقه تخلصنا من اول طبقه سطحيه، بنكون اشتغلنا على تنشيط الكولاجين والالاستين، صارت البو نضره، اكسجيني اكثر، صارت قادره تستوعب البرودوي تيدخل بقلب البشره. اكيد هون مثل ما عم نعرف هيدا ما بتوقف فعاليته بالماء، في شيء معين هون عم نوقف له فعاليته فيه. اكيد منذكر شيرين انه هيدا تريتمون مش لتخضع فيه المدام تاخده على البيت، هيدا بتتوجه عند اخصائيه التجميل هي يلي هي بتعمل لها اياه وبتقدر أكيد. كمان بطريقه بروفيشنال المفروض أكيد. تنعمل لأنه بس لما بنقول رولا يعني تاشبرون يلي هو الكلف معروف أكيد. بالكلف كمان مش بس حبوب الشباب يلي بيبقوا على الوجه اكيد في عده عوامل تاشات وفي عده اشياء حسب قد ايه غمقه ولونها بالبشره لنتفادى هالشيء وخاصه المراه بفتره الجروسيس تتغير الهرمون معها بيصير في عندها ديتاش ممكن تخضع له ما في اي خطوره لانه بيحتوي على اسيد كوجيك اسيد ساليسيليك اشياء ما فيها خطوره تقدر تستعملها المدام ما بتاذي الجنين أكيد. اكيد وخاصه نحن من بعد موسم بحر هيدا اذا بينخضع له مرتين بالسنه بتكوني عم بتاخري بوادر شيخوختك 5 سنين لقدام. كل البرودكت ايرماتيك اللي عم نشوفهم هلا هني مجبوره السيده تقدر تتوجه على احد مراكز يلي بيعملوا هذا التريتمنت ولا كمان في كريمات مجبوره هي كمان تستعملها ببيتها تقدر تحافظ وتطور هذا الموضوع. اكيد نحن لازم تعرف المدام كل ما قدرت بالشهر مره او كل 15 يوم تعمل تتوجه عند اخصائيه التجميل تعمل تريتمنت بيلينج وماسك او الكيميكال بيل كل ما هو احسن. واكيد بالايرميديك مثل ما ذكرنا هو مشعب في عده جام، في جام للبوساج، جام للبو اكنيك، وجام للانتي اج والتاش. اكيد ما بدنا ننسى انه اهميه نستعمل كريمات بالبيت، نشيل المكياج، ما ننام بالمكياج اكيد ونستعمل كريم دوجور. ما كثير عالم بيفكروا يعني بيقولوا يمكن لليله واحده بس هي ليله بتاثر اكيد ليله واحده بس بتاذي على المدى البعيد كثير. اهم شيء من تتغسل البشرة بشي موس بيحتوي على ألفا إيدروكسي أسيد من آير على أسيد ساليسيليك بشيل كل هالطبقة الميتة بينظف البشرة وبيساعد الكريمات تنحط على بشرة نظيفة وأكيد بناخد نتيجة ممتازة. واكيد لكل عمر في له برودكت معين ليقدر يستعمله ومثل ما ذكرنا انه هو للشباب وكمان للسيدات الاثنين بيقدروا يعملوا هذا التريتمنت لانه التاشبرين وغيرها بيطلعوا عند الرجال وعند السيدات اكيد يعني بالنتيجه. عم نشوف هون كمان كونتور ديزيو عم بينعمل تريتمنت لكونتور ديزيو اكيد نحن منطقه العين منطقه كثير مهمه وكثير فقيره بالمواد الدهنيه فكيفه انه البشره منطقه دائره العين هي معرضه ليصير عندها مشاكل ابرزها التاش ابرزها البوش والسير. عندنا الماسك بيعالج كل هالامور هون عم نقشع عم نحط ماسك شوي سوفيستيكي بس كثير الكليانت بتلاقي نتيجه اللي هو البيل اوف ماسك انتي اوكسيدان اللي هو عباره عن بيحتوي على 15% من فيتامين سي وبيحتوي على الج مارين. هيدا الماسك نحن حطينا اوريدي السيروم البيجمنت رولييف جيل اللي بيحتوي على فيتامين سي وكولاجين والاستين ورجعنا حطينا ماسك الا اش ا وماسك الفيتامين سي. حطينا هالماسك هو بخلي المواد كلها تشربها البشره وبيساعد على نشد شوي الاوفال تبع الاوفال الفيزاج لانه هو ماسك بلاستيك جيلاتين ما بيعطي افي شالور. نعم وهون بينقشر مره واحده اكيد بعد فتره ربع ساعه نص ساعه وهلا بس رح نشيله انت رح تلاحظي الفرق على البشره. اها اكيد هيدي المدام ما بتقدر تستعمله بالبيت بدها تتوجه عند اخصائيه التجميل. واكيد هون عم نحط ماسك
للجسم. إذا بتلاحظوا شوي لونه على زهر لأنه فيه فيتامين سي. ما منا ننسى منطقة الرقبة والصدر هي معرضة كمان لتترهل. كمان اللي عم نشوفه هو كتير بيفيد كل الأشخاص يلي قدمين على الزواج، وكمان بهمهم أنه يعملوا هيك تريتمنت إن كان للوجه وحتى كمان للكتاف وللصدر. قبل بقدي لازم ينعمل تقريبا شيرين هيدا عنده إيفنت أو عنده حفلة أو شيء؟ قبل بجمعة بتاخدي نتيجة كتير حلوة، مثل ما رح تشوفوا هون بتحسوا البشرة صارت نضرة كتير، فيها حيوية، صارت مشدودة. نعم. هلأ شيرين في شغلة إنه أنا بضمنهم، نحن الكيميكال بيل تبع آيرميديك إذا المدام عملته 3 مرات بالسنة حتاخد نتيجة كتير حلوة. أه. أوكي. وبكفي قبل بجمعة إذا كان عندها يمكن شيرين بآيرميديك الكيميكال بيل فينا نعمله، تنقول نحن منا نعمل تريتمون لمدة شهر. الفرق بين جلسة وجلسة لازم يكون جمعة أو 15 يوم. نعم. أوكي. وأكيد لأنه في له عيارات بدك تحطيه، ممكن تحطيه من 2 دقيقة ل 25 دقيقة آخر جلسة، حسب كل بشرة قديه بتتحمل وقديه السماكة تبع البو. نعم. وكيف تتفاعل مع البروجوي. أكيد. بس أقرب شيء هلأ عنا إياه هو فالنتاين، في شيء عاملينه مخصصينه لفالنتاين؟ أكيد نحن في مفاجأة للمشاهدين. أكيد الأرقام عم تقطع، أول 5 متصلين رح يطلع لهم بمناسبة فالنتاين كادو تريتمان كيميكال بيل من آير. تريتمان يعني ليك مثل ما شفناه. مثل ما شفناه. لكن مشاهدينا مثل ما عم تشوفوا كل الأرقام عم تقطع على الشاشة، وأكيد لكل الأشخاص اللي حابين يشتروا البرودوي اللي شفناه هلا وين بيقدروا يتوجهوا؟ سنتر الخازن تيم بدك بالفري واي. نعم. وإذا الأرقام عم تقطع بيتصلوا بيسدلوا كمان أزبط بيكون. أكيد كمان كل المشاهدين بتقدروا ترجعوا تتابعوا كل الحلقة على mtv.com.lb كاتووك، وتقدروا ترجعوا تشوفوا كل شيء حكينا عنه بالتفاصيل. قبل ما ننهي خبرينا بس في شيء تحضير لموسم صيفية؟ أكيد شيرين، نحن سنتر كيستار دايما نتطور ومنشوف شو بيتطلب الأسواق على صعيد المحلي أو الشخصي للزبونات. صحيح. نوعدهم في أشياء جام جديدة رح تنزل عن قريب، إن شاء الله نرجع نجتمع ونحكي عنها. وكمان عم نذكر المشاهدين إنه كي ستارز مش بس برودكت مثل ما هلا شفنا، كمان عندهم ميك اب وهي جام كتير كبيرة. كمان بيقدروا الأشخاص يستفيدوا منها. أهلا وسهلا فيك رولا، وإن شاء الله بالتوفيق على طول. مرسي. مشاهدينا أنا بودعكم لليوم وبتمنى لكم ويك أند حلو، وإن الله راد ملتقينا التنين بذات الوقت. باي باي.